الحفيظة كانت من الأيقونات ديال العيطة. السلام عليكم، معكم الشيخ جمال الزرهوني من مدينة أسفي شيخ العيطة. الرحمة ديالنا وديال جميع المسلمين باسمي واسم شيوخ العيطة ديال مدينة أسفي بصفة رئيس جمعية عبدال شيوخ العيطة. كان نعزو العزاء ديالنا الكامل العائلة ديال للا حفيظة الحسناوية، تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين إن شاء الله. للا حفيظة كانت من الأيقونات ديال العيطة. احنا دابا تنفتقدوا مكتبة بحال تحرقت لينا مكتبة في هذا التراث اللي كانت من المحافظين على التراث، وكانت من الشيخات اللي هما محافظات، ومن الشيخات اللي هما كيأدوا واحد الدور. هذا الدور هذا ما كيعلم به غير الله تبارك وتعالى. كانت محسنة، كانت تمشي عند اليتامى، كانت كتمشي عند الناس المحتاجين، كانت يعني أم بنسبة، أم ونعم الأم. ودابا تنعزوا دراري ولاد بن عقيدة كاملين، اللي هي الزوزة ديال سيدي بوشعيب الله يرحمها ولها برحمة الله. تنأدوا العزاء ديالنا وتنجددوا العزاء ديالنا للدراري ولاد بن عقيدة الرباعة كاملة، تنأدوا لهم العزاء ديالنا. حفيظة ولا الدراري ولاد بن عقيدة لنا علاقة وطيدة بحكم قرابة وبحكم الجوار في البادية، لأنهما حدانا هما في هدار القيد الزرهوني، هدار ولاد بن عقيدة. يعني كانت عندنا قرابة وعقاربات الوالدين، الوالدين كانوا مع الوالدين، وحنا عشنا كاع واحدة، وكانوا دائما كنتلاقاو عندي في الدار ولا عندهم في الدار، دائما عندنا معاهم علاقة وطيدة، لأنهم ناس لطاف وناس يعني ما فيهمش لا حسد ولا يعني الوجه باش لقونا سنين متعددة، هو الوجه باش كنلقوهم دابا حنا. الوجه ديالهم هو الوجه ديالهم، ما عندهم شي كيتبدلوا في 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 الصيغة ديالهم ولا. تلقيت الخبر من 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 من, من, من مع الجوج تاع الليل. الجوج الليل تلقيت الخبر، وما ثقتش أنه في الوقيتة اللي فاش عيطت للسي بوشعيب قال لي يا ودي رحنا تعشينا كاع وحيدة، وتغدينا كاع وحيدة، وتعشينا في العشاء كاع كاملين. شوية السيدة تزمتت، مشينا ديناها لاكنينيك. لاكنينيك قال لهم ما عندناش البيرمانونس، مشاو داوها المستعجلات ديال محمد الخميس، ونفست الألفاظ ديالها الأخيرة، والتحقت بالرفيق الأعلى في هذاك الوقت ديال 12 ونص ولا الوحدة ميمبا، حتى الجوج كاع هكاك. والله يرحمها والله يوسع عليها ضايقة القبور، هي والمسلمين كافة أجمعين.